يو واتساب ما فاميلي جيسبر كلكم تكونوا مزيان كاملين داك 6000 واحد كاينه تكون كلها مزيان و جيسبر كلكم تكونوا على خير وبخير ويكونوا كلشي مزيان المهم كلشي يكون مزيان سو قبل ما نبداو الفيديو مالك غير انت ولا انت اللي كتفرج فيا اضغط لتحت غتلقى واحد الزر سميتو سبسكرايب ولا اشتراك ولا ابوني مالك غير تبرك عليه باق يولي قري ومرحبا بك معنا كاملين و الا كنتي انت ولا انت ديجا كتعرفني وكنعرفكم غتهبط لتحت تفرقع واحد اللعيبه هاد لايك وغتخلي شي كومونتير وغتمشي عندي سوغ انستغرام يقالك هنا ولا هنا وتبرك على فولو ورا غردك باش ما يهضروك كاملين ومن دير هادشي كامل خاصك تفعل داك الجرس باش يبقى يوصلوك النوتيفيكاسيون ديال الفيديو كامل اللي كنلو حيت يوتيوب عنده واحد المشكل اللي هو انه ملتا ولا انت الا كنتي خدام شي يوتيوب وكتلو واحد الفيديو اللي لي زابوني ديال كامل ما كيتوصلوش بداك الفيديو ما كيوصلوش واحد الاعلان بلي راه فلان فلان الى واحد الفيديو راه خاصك دير داك العيبه تاع الجرس باش ضروري غادي يوصلك لا نوتيفيكاسيون في الوقت اللي غتلاح فيه. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساش دير ابوني لا شين ما تنساش دير لايك لا فيديو باي باي نحييكم على فيديو تاني. كما شفتوا في لامانياتو غنهضروا على السوجي نتاع البرودوي اللي سميتو ماستيك اللي كنت ديجا هضرت عليه في جوج فيديوهات اول هو اول فيديو لحتو في لاشين اللي زعما كيفاش تعرفها واش اوريجينال ولا فيك والفيديو الثاني كنت شرحتو ولكن زعما هو شرحتو كله مزيان ولكن ماشي بحال اللي كنشرحو دابا ماستيك هذه الثمن ديالها هبط ل 550 درهم كانت في الاول شي 400 درهم مورا 650 ودابا 550 في المغرب وفي بزاف في الدول صراحه العربيه كامله بالثمن ديالها علاش حيت الشركه تاع ميسكلتيك هما في اوروبا شنو كيديروا من فوق يوصل التاليد العام داك الشهر 10 و11 و12 كيهبطوا الاثمنه تاع المنتوجات ديالهم بحيث ان كلشي يشريها وبحيث انهم يتسالوا باش يدخلوا لسنه واحده اخرى جديده ويعاودوا ينتجوا في هذيك المنتوجات بالرغم ما يكونش عندهم داكشي بقى لهم في راسهم مهم نبداو على بركه الله هاد الماستيك هو واحد المكمل الغذائي كيتميز بالاحتواء ديالو على كميه مهمه من الكربوهيدرات وكذلك من البروتينات على عكس الجينر كاملين الاخرين نبداو في الشرح ديال هاد البرودوي تاع ماستيك اللي هو من بين اهم المكملات الغذائيه للضخامه العضليه بحيث الاحتواء ديالو على كميه مهمه من الكربوهيدرات وكميه مهمه من البروتينات وفيه 1000 كالوري وفيه 17 غرام تاع البي سي ار اللي كتخليك انك دير الاستشفاء العضلي وتزيد تخليك البروتين في العضله وكميه مهمه من الكرياتين حيت كيحتوي 5 سكوبات ديالو على 10 غرام ديال الكرياتين اللي كيخليك انك تزيد في التحمل تاع العضله ديالك الاوزان في تحمل الاوزان غنفهمكم تحمل الاوزان هو بحال الا كنتي انت كتريني السيونس ديالك ساعه 60 دقيقه كتريني في لاصال وكنتي كتاخذ الكرياتين كيخليك هاد الكرياتين انك تقدر تهز تقل بزاف تزيد زياده في الاوزان كيعطيك زياده في التحمل العضلي وكيخليك انك تكمل السيونس ديالك كامله بلا ما تعيا وفيه كما قلنا 17 غرام ديال بي سي ا او 10 غرام ديال الكرياتين وفيه 8 غرام تاع اللوسين يعني هذا المكمل تاع الماستيك من بين احسن المكملات اللي كيقولنا كتميز بكميه مهمه من الكربوهيدرات و البروتينات وفيها بي سي ا ا وفيها المهم فيها داكشي كامل اللي يحتاجو لوكوغ ديالك فاوت ما تشري بحال واحد المكمل اللي صراحه الله ما كنش يعجبكم في انكم تشريوه هو السيريوز ماس اللي داك الخضر غنوريكم بحال هكا راه كلشي عارفو هذا صراحه الله هذا كيجيني انا غير ضيع الفلوس حيت ما فيهش شي حاجه فيها 256 غرام ديال الكارب و 50 غرام ديال البروتين راه فيه 80 غرام ديال البروتين ماستيك وبالنسبه لكيفاش طريقه الاستعمال ديال الماستيك كيكونوا 5 سكوبات هاد الكميه اللي قلت لكم انا كامله تاع 80 غرام ديال البروتين و 50 غرام ديال الكارب 8 غرام ديال الليسين و 17 غرام ديال البي سي او 10 غرام ديال الكرياتين ما كاينينش في جرعه واحده ماشي في سكوب واحد في 5 سكوبات يعني ما نقولكش تاخذ سكوب واحد تقول لا غندي هادشي كامل ولا راه كاين 5 سكوبات حيت راه مكتوب في اللور نتاع لو برودوي اللي غادي تشري نتايا نوريكم فين هو ها هو هنا مكتوب 5 سكوبات ماشي في نشوف اكزاكت فين هي 5 سكوبات اللي كيحتويو على 235 غرام كتبان لكم هنايا المهم راه بانت لكم يعني ب 5 سكوبات وكيفاش طريقه الاستعمال مثلا نتايا ولا انت كتوزن 60 كيلوغرام يعني باش تعرف شحال غادي تقدر تستعمل 60 كيلوغرام اسيدي غنضربوها في جوج اللي غادي تجينا هي 120 كيلوغرام ياك يعني خاصك تدخل 120 كيلوغرام تاع البروتين وتقريبا 130 غرام ديال الكارب الا بغيتي تزيد في الصرا تاع التضخيم اللي هي في لابيغوي د لاماس كيفاش غادي دير انت ولا انت تقسم كما قلنا كتوزن 60 غرام الو غتدخل 120 غرام تاع البروتين وداك 130 غرام ديال الكارب كي غدير لها على اللي غتخصبها غتاخذ ثلاثه البيضات
اللي فيهم 30 غرام البروس فيهم 15 غرام ديال البروتين وتاخذ 100 غرام الشوفة اللي فيها 13 غرام ديال البروتين. ها هي سيدي عندك دابا 43 غرام ديال البروتين في الصباح ياك، انت درت شي وجبه فيها 43 غرام ديال البروتين. عاوتاني في الغداء غتاخذ لادان 100 غرام دادان ديال هذيك 30 غرام البروتين و 100 غرام انت الرز اللي فيه 8 غرام ديال البروتين، انت عاوتاني دابا زدتي عليهم عاوتاني وانت حسبك كاكيلا في داكشي ديالك وغادي تاخذ عاوتاني بغوطه واحده اخرى غتاخذ بحال دابا 100 غرام ديال العدس اللي فيها 120 غرام ديال البروتين. غير في هادشي دابا اللي قلت لكم راكم جمعتوا 94 غرام ديال البروتين، غتزيد عليها بحال دابا 3 سكوبات، واحد بالصباح من فوا تفيق، واحد مور لونطريمون، واحد من تبغي قبل ما تنعس، قبل ما تنعس بشي 4 ساعة، غتشرب واحد آخر. ها أنت دابا إلا حسبتي هادشي كامل، غادي تلقى عندك 144 غرام ديال البروتين، يعني راه عندك أكثر من 120 غرام ديال البروتين، يعني راه عندك أكثر. ألو خاصك أنت تحسب الماكلة ديالك، حيت ضروري خاصك تحسبها باش ما تبقاش تضيع داكشي بالخوا اللي خويا تحطو غير في الطواليت، وما تنقصش من جسمك ما يلقاش باش يتغدى حتى هو. كي غادي دير؟ غادي تمشي بحال دابا نتايا باغي تاكل شي حاجه، غادي تمشي تهز التليفون ديالك وتكتب القيمه الغذائيه داكشي نتا اللي باغي تاكل. بحال دابا نقولوا باغي تاخذ شي نهار 100 غرام ديال العدس، غادي تمشي تهز التليفون ديالك القيمه الغذائيه ل 100 غرام من العدس غادي يعطيك شحال فيه، شحال فيه ديال الكارب وشحال فيه ديال البروتين. يعني بزاف الناس اللي حاكم راه فيه 28 غرام ديال البروتين بالمناسبه انا قلتها لكم. سو هادشي اللي غادي دير وغتعرف شحال غادي تدخل نتا سكوبات حيت تبعتي هادشي اللي كاتبين لك هنايا، هذا راه غير اشهر غير بيبليسيتي خاصهم يكتبوا لك هكا باش نتا تستعملوا هكا وتسالوا لك. راه كات الا درتي هادشي اللي مكتوب هنا 5 سكوبات في النهار راه غادي يدوز لك 14 يوم، وانت ما غاديش تبغي يدوز لك طبيعي الحال 14 يوم على الاقل، غادي تبغي يدوز لك شهر. الوغ اون ماكسيموم خذوا 3 سكوبات كملوا بهم الاحتياجات اليوميه ديالكم، كلشي خذوهم من الماكله حيت الماكله هي اهم شيء كاينه. 3 سكوبات واحد اون فوا تفيق على الصباح غير تفيق شربو، واحد مور لونطريمو ديريكت اون فوا تدخل في السيارة تبدل حوايجك شربو، واحد قبل ما تبغي تنعس بربع ساعة باش يهبط شوية لتحت ما يخليكش ناعس وانت عامر. المهم ربع ساعة قبل ما تنعس باش تقدر تستافد منو. صور هادشي اللي كان في هاد الفيديو الى فهمتي شي شوية ما عليك تهبط لتحت وتخلي شي كومونتير زوين وشي لايك وتفيد عندي سور انستغرام غيطلع لك هنا ولا هنا ودير فولو ورا غنردها لكم تما تحاوروا كاملين. وبغيتكم تمشيو لعندي سيغ انستغرام وتقولوا لي شنو بغيتو في الفيديو الجاي نديروه، يعني اي حاجه بغيتو غادي نشوفوا البورسونتاج تاع الناس اللي قالوا بزاف شنو بغاو في الفيديو الجاي وغادي هو اللي غيكون ان شاء الله. سو خليكم على راحه الله، بيس.